اهلا بكم اعزائي الطلبه والطالبات في درس جديد على قناه برايفت ماث ليسونز. Today ان شاء الله we are going to take lesson 2 in unit 2 which is entitled slope of a straight line. الدرس بتاعنا النهارده يعتبر من الدروس المهمه، واهميه الدرس ده بترجع لان الدرس ده مستمر معاك السنه الجايه والسنين اللي بعديها ان شاء الله. فلو قدرت تفهم معايا في الدرس ده some basics of a slope، ده هيسهل عليك دراستك بعد كده لما تتعرض للسلوب مرة تانية. طيب عايزين نفهم مع بعضينا ايه هو السلوب اوف الستريت لاين. زي ما انتم شايفين انا عندي ستريت لاين اهو. الستريت لاين متعرف عليه 2 بوينتس، بوينت A وبوينت B، وكل بوينت طبعا بيبقى ليها اكس كوردينيت وواي كوردينيت، وبالتالي هتلاقي عندك اكس 1 واكس 2 وعندك واي 1 وواي 2. طيب لما نيجي نشوف التعريف بتاعه بنقول ان السلوب بيكوال اللي تشينج ان واي كوردينيت اوفر اللي تشينج ان اكس كوردينيت. كلمه تشينج يعني ديفرنس. طب اللي تشينج ان واي كوردينيت بنجيبها ازاي؟ بنقول واي 2 ماينس واي 1. طيب اللي تشينج ان اكس اللي هو التغيير في الاكس بيكوال اكس 2 ماينس الاكس ايه؟ الاكس 1. الريشيو النسبه ما بين اللي تشينج ان واي 2 اللي تشينج ان اكس دي بنقول عليها الايه؟ السلوب. عشان نفهم الجزئيه دي احنا محتاجين نعرف او نوضح اكتر معنى الريشيو. الريشيو دي عباره عن علاقه بين تو كوانتيتيز ثرو الديفيجن، يعني بستغل الديفيجن في ان انا اوضح العلاقه بين النيوميريتور اند الدينومينيتور. طيب عايزين نوضح الكلام ده بصوره ابسط شويه. لو جيت قلت لك مثلا ان انا عندي 1000 باوند، عندي 1000 جنيه وعايز اعمل لهم ديفيجن على 8 بيرسونز، عايز اقسمهم على 8 اشخاص. هنوضح الشير ده ازاي؟ هنقول ان انا عندي 1000 ديفايدد ايه؟ ديفايدد ال 8. يعني بعمل ديفيجن بقسم ال 1000 اوفر ايه؟ اوفر ال 8. لما تيجي تجيبها على الكالكوليتور يديك ايه؟ يديك 120 ايه؟ 25. ايه بقى ال 125 دول؟ دول اللي هم النصيب بتاع 1 بيرسون فروم ال 1000، يعني 125 باوند بير بيرسون. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ال 8 دول متقسمين، ادي عندي 1 2 3 4 5 6 7 and 8. دول 8 بيرسونز. انا عايز اشوف ايه مين ده بقى ال 1000 باوندز دول. كل واحد من دول نصيبه قد ايه من ال 1000 دول؟ نصيبه 125. يبقى علاقه الديفيجن بتوضح لي ايه؟ علاقه الديفيجن بتوضح لي نصيب كل يونت او الشير بتاع افري يونت من الدينومينيتور من الحاجه اللي موجوده في النيوميريتور. تاني ايه هي الديفيجن؟ الديفيجن بتوضح لي ايه؟ الديفيجن بتوضح لي الشير اوف 1 يونت من الحاجات اللي موجوده في الدينومينيتور من اجمالي الحاجات اللي موجوده فين؟ في النيوميريتور. يعني لو طبقنا الكلام ده على السلوب هقول ايه؟ السلوب ده ريليشن بتوين ايه؟ ريليشن بتوين تو كوانتيتيز، كوانتيتي موجوده في النيوميريتور بتمثل ايه؟ بتمثل اللي تشينج ان واي، التغيير فين؟ في الواي بين النقطة دي للنقطة دي. لما جينا نتحركنا أو أدرس ما بين النقطة دي والنقطة دي لقيت إن الاختلاف في الواي كوردينيت عبارة عن الجزء ده بس. طيب والدينومينيتور عبارة عن إيه؟ عبارة عن الديفرنس بين الإكس 2 والإكس 1، الاختلاف في الإكسات. طيب المفروض ده يديني إيه بقى؟ لما يطلع عندي هنا رقم، الرقم ده يمثل ايه؟ الرقم ده المفروض ان هو هيمثل نصيب كل 1 يونت تشينج من الاكس بالنسبه للي تشينجز اللي ايه؟ اللي حصلت في الواي. يعني نوضح اكتر. يعني لو جيت قلت لك مثلا السلوب ايكوال 8 ديفايدد 2. ايه معنى كلمه 8 ديفايدد 2؟ ال 8 ده بنسميه اللي تشينج ان واي. يعني انا جيت كده واي 2 ماينس واي 1 طلعت معايا 8، وجيت x2 ماينس x1 طلعت معايا ايه؟ طلعت معايا 2. الكلام ده هيديني 4.
ايه بقى معنى الفور دي؟ معنى الفور ان كل 1 يونت اتشينج في الاكس نصيبها من التغيير في الواي از ايه؟ از 4. يعني لما حركت الاكس 1 يونت الواي اتحركت معايا 4 يونتس. دي بقى تهمني قوي. طيب لو جيت قلت لك مثلا الاس بتيكوال 1 اوفر 2 اللي هي 0.5، دي معناها ايه؟ دي معناها ان كل ما حرك الاكس 1 يونت تتحرك معايا الواي نص يونت. يبقى لما تيجي تبص هنا، هنا التغيير عندي هنا بالنسبه للواي قليل، لما بحرك الاكس الواي بتتغير بمقدار اقل من التغيير في الاكس، عشان كده طلع فراكشن. طب بالنسبه لهنا، هنا لا، هنا عندي لما اغير الاكس جاست 1 يونت الواي بتتغير 4 يونتس. يبقى انا عندي هنا الكيس دي التغيير في الواي سنسيتيف قوي للتغيير فين؟ في الاكس. طيب لو جيت قلت لك مثلا السلوب ايكوال 3 اوفر 3، يعني التشينج في الوايات 3 والاكسات 3، ده هيديني 1. ده معناه ايه؟ ان كل لما اغير الاكس ب 1 يونت تتغير معايا الواي ب 1 يونت. بوجه عام لما اجي اشوف التلات حالات دول، لو قلت السلوب ايكوال 1 ده بتلاقيه دايما ستريت لاين ماشي في النص بالظبط، لا هو بيميل على الاكس ولا هو بيميل على الواي. طيب لو جينا نشوف الستريت لاين ده اللي السلوب بتاعه بيبقى جريتر ذان 1، بتلاحظ الاتي، بتلاحظ ان اللاين ده بيميل ناحيه الواي اكتر، بتلاقيه مقرب من الواي. ليه؟ لان انا لما اغير الاكس تغيير صغير الواي عندي بيتغير كبير قوي، فبتلاقي ان اللاين ده قريب منين؟ من الواي. طيب لو لقيت السلوب less than 1 ده معناه ايه؟ معناه ان الواي بتتغير قليل، يبقى هتلاقي الستريت لاين ده عامل كده قريب من الاكس، امشي اكس كتير وتتغير الواي ايه؟ حته صغيره. يبقى لما الاقي الستريت لاين قريب من الاكس او السلوب بتاعه بيديني less than 1 وتلاقيه مايل على الاكس، ده معناه ايه؟ ده معناه ان الواي بتتغير بمقدار بسيط. ولو لقيته مايل على الواي ده معناه ايه؟ ده معناه ان الواي بتتغير بمقدار سريع جدا بالنسبه لمين؟ بالنسبه للاكس، او بمقدار ايه؟ كبير. الدرس بتاعنا النهارده معني بايجاد قيمه الاس، اللي هتوضح لك الستريت لاين ده شكله عامل ازاي، هل بيميل ناحيه الواي، هل بيميل ناحيه الاكس، بناء على القيم اللي انت ايه اللي انت هتجيبها. طيب نيجي نشوف كده اول اكزامبل. بيقول لي in the opposite figure، بيقول لي find the slope of the straight line L، مديني straight line اسمه L ومعرف لي عليه بوينت اسمها A وبوينت اسمها B وفي another بوينت اسمها C. لو انا بجيب السلوب، السلوب بيجي من دراسة الفروق في الاكس والواي between any two points. يعني لو جيت حكمت على السلوب بتوين سي وبي هيطلع هو هو نفس السلوب بتوين اي وبي، هو هو نفس القيمه بتوين اي وسي، عشان كلهم على نفس اللاين. احل المساله دي ازاي؟ انا عندي 2 بوينتس متعرفين، انا محتاج اجيب 2 بوينتس متعرفين. ليه متعرفين؟ يعني اعرف اكس 1 واي 1 واكس 2 واي 2 عشان اقدر احسب الفروقات اللي حصلت في الواي والفروقات اللي حصلت فين؟ في الاكس. احل المساله دي ازاي؟ هقول والله السلوب بيكوال y2 minus y1 over x2 minus x ايه؟ x1. طيب مين هي y2 ومين هي y1 ومين x2 x1؟ دايما لما بيجي نعرف ال x2 وال x1 في البوينتس بنعتبر ان البوينت اللي ليها ال x بتاعتها اكبر هي x2. يعني عندي ادي a وادي b، ليه ما اخترتش b x1؟ لا، احنا بنتعارف دايما ان الاكس الكبيره بتبقى اكس 2 والاكس الصغيره بتبقى اكس 1. طيب ده بيكوال معايا كام؟ الواي 2 عندي ب 3 يبقى 3 ماينس الواي 1 عندي بكام؟ ب 2. ادي 3 اهي وادي 2، التشينج عندي في الواي ايكوال كام؟ ايكوال 1 هنا. طيب عندي بالنسبه للاكس، الاكس 2 عندي ب 3 والاكس 1 ب 1، يبقى عندي 3 ماينس كام؟ ماينس 1، اللي هو هيديني 1 اوفر 2 اللي هو 0.5. يبقى انا كده جبت ايه؟ جبت قيمه الايه؟ السلوب. انا مش عايزك في الليسون ده ان انت تجيب القيمه دي وتقف، انا عايزك تفكر فيها. يعني ايه 0.5 او النص؟ ما معنى النص؟ معنى النص ان التشينج ان 1 يونت ان اكس
في المقابل ليها حصل تشينج بمقدار نص يونت ان واي. انا عندي الاكس هنا اتحركت قد ايه؟ اتحركت ادي يونت من هنا لهنا ادي يونت، وانظر يونت من هنا لهنا. المقابل للتغيير في اليونت دي من الواي قد ايه؟ نص يونت، اللي هي الحته دي بس. طب والحته الثانيه دي في الاكس اتغير في المقابل ليها في الواي قد ايه؟ الحته دي. تمام، يبقى كل يونت نصبها من التغيير في الواي نص يونت. معلش انا بتكلم في الجزئيه دي كتير، ممكن اكون اي حد فاهم ويعني وزهق من الكلام. لا انا بعيد كتير عشان في ناس فعلا ما بتكونش فهمت ومحتاجه ايه يتوصل لها المعلومه بصوره اوضح. الاصلاب مقدار التغيير في الواي بالنسبه للاكس. يبقى انا لما اشوف الاصلاب بنص معنى ايه؟ كل يونت في الاكس نصبها في التغيير في الواي ايه؟ نص. طيب هذا الستريت لاين ده هيميل اكتر على الاكس ولا على الواي؟ طالما طلع فراكشن يبقى هتلاقيه مايل اكتر ناحيه الاكس، يعني الانجل دي هتلاقيها لزن 45. لو السلوب ب1 بتلاقيه ايه؟ بتلاقيه 45 على طول. اكزامبل 2 بيقول لي find the slope of the straight line passing through each pair of points in the following. مديني two ordered pairs وبيقول لي عن طريق الاوردر دي بيرز دي هات لي السلوب. كل اللي هنعمله هنطبق على طول في اللو. يبقى انا عندي الاس عندي هت ايكوال السلوب هي ايكوال y2 minus y1 over x2 minus x x1. طيب فين ال y2 وفين ال y1؟ احنا اتفقنا ان ال x2 دايما بتبقى ال x الكبيره، يعني عندي هنا ال x2 x is 4 يبقى دي هي ال x2 وبالتالي هو ده البير ال x2 y2. يبقى ال y2 اللي هي 5 يبقى 5 minus ال 4 divided 4 minus 2 اللي هو هيديني 1 over 2، وده معناه ان الستريت لاين ده هتلاقيه مايل شويه ناحيه الاكس، يعني كل 1 يونت تشينج ان اكس عندي هاف يونت تشينج ان ايه؟ ان واي. طيب نفرض ان احنا عكسنا وضع الواي، يعني بدل ما اختار دي واي 2 اخترت دي واي 1 ودي واي 2، يعني قلنا كده ان السلوب هيكوال، رحت عكس قلت 4 minus 5 divided 2 minus 4 ان انا اعتبرت دي كمان x2، يبقى هيديني ايه؟ هيديني negative 1 over negative 2 اللي هي برضو 1 over ايه؟ over 2. يبقى هنتفق مع بعضينا انت ممكن تشتغل باي بير وتسميه x2 y2 وتبدا بيه. انا يهمني تثبت، يعني خدت y2 خد اللي جنبها x2. يبقى بدات من هنا 3 minus 2 او 2 minus 3 الاثنين هيدوك نفس الايه؟ نفس السلوب، يعني السلوب ما بتفرقش معايا الترتيب بتاع البوينتس وانت بتجيبه. طيب نيجي نشوف السلوب هنا هنجيبه ازاي. السلوب هنا هيكوال معايا، نعتبر دي نعكس المره دي، ناخد هنا 3 minus 2 يعني هنا دي minus دي، ويبقى انا لازم اخد في المقابل اخد دي بقى ايه؟ x2 يبقى 1 minus 4 اللي هتيكوال معايا 3 minus 2 is 1 1 minus 4 is negative 3 وبالتالي هيديني minus 1 over 3. طيب انا عندي السلوب المره دي جاي لي بالايه؟ جاي لي بالنيجاتيف. طب ما معنى السلوب بالنيجاتيف؟ معنى نيجاتيف 1 over 3 يعني كل 1 يونت تشينج في اتجاه البوزيتيف اكس اكسس بيحصل ان الواي بيحصل لها ديكريزنج. هنا الواي مش بتتغير بالزياده بمقدار نسبه بسيطه، لا ده الواي بتقل. يعني كل لما بمشي في اتجاه الاكس 1 يونت زياده بيحصل ان الواي بتنزل لتحت. يبقى لما تلاقي السلوب عندك از نيجاتيف هتلاقي الستريت لاين نازل لتحت، بينزل لتحت. ده معنى نيجاتيف 1 اوفر 3. طيب نيجي هنا السلوب عندي هنا ايكوال الاتي، ناخد نيجاتيف 3 ماينس 1 وناخد هنا نيجاتيف 2، وخد بالك بقى انت عندك هنا نيجاتيف 4 تعمل نيجاتيف وتوبن براكت ماينس الايه؟ ماينس ال 4. طيب الحته دي دايما بيحصل فيها غلطات، انك لما تلاقي نيجاتيف تاخد بالك ماينس نيجاتيف، يبقى هنا ماينس نيجاتيف يبقى هتيكوال معايا الاتش. نيجاتيف 3 ماينس 1 يديني نيجاتيف 4، نيجاتيف 2 ماينس ماينس 4 اللي هي نيجاتيف 2 بلس 4 اللي هتيكوال معايا نيجاتيف 4 ديفايدد الايه؟ ال 2 which is نيجاتيف 2. جميل، جبنا السلوب.
زي ما قلت لك، ادي لنفسك وقت كده تفكر ما معنى الاسلوب بنيجاتيف 2، لان ادراكك لمعنى الاسلوب هيسهل عليك كتير قوي 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 الدرس ده والدروس اللي بعد كده والسين الجاي. ما معنى الاسلوب بنيجاتيف 2؟ معناه ان كل 1 يونت تشينج في اتجاه البوزيتيف اكس دايركشن الواي عندي بتقل بمقدار نيجاتيف 2 يونتس. طيب نيجي اللي بعديها، السلوب عندي هنا ايكوال ايه؟ نقول 1 ماينس 0، ناخد دي الاول اكنها واي 2، يبقى هاخد دي اكس 2 ابدا بيها كمان، يبقى هنا 3. خد بالك هنا ايه؟ نيجاتيف 1، يبقى ماينس اوبن براكت نيجاتيف الايه؟ ال 1 اللي هي هتيكوال معايا 1 ماينس 0 از 1، 3 ماينس 1 اللي هي ال 3 بلس ال 1 اللي هي هتديني 1 اوفر ايه؟ اوفر 4. هنا السلوب از بوزيتيف، معنى ايه الكلام ده؟ بوزيتيف يعني لما الاكس تزيد الواي بتزيد، بس هنا فراكشن، يبقى الواي بتزيد بقيمه ايه؟ بقيمه بسيطه مش بقيمه كبيره. اوكي؟ يعني ده طالع ولا نازل؟ لا ده هتلاقيه طالع كده. طيب نيجي نشوف بعد كده مجموعه ملاحظات، هنتكلم عن 4 كيسز دول اللي هيقابلوك في ايه بالنسبه لللاينات كلها. يا اما اللاين بياخد بوزيتيف سلوب اللي هو طالع، يا اما نازل، يا اما فيرتيكال، يا اما هوريزونتال. هنتكلم عن كل واحده فيهم باذن الله ايه بالتفصيل. طيب نيجي نشوف اول كيس، ودي كيس سهله، وانت لو فهمت من شويه ان انا كنت بقوله هتلاقي الدنيا معاك سهله. هنا انت شايف ايه في اللاين ده؟ ده لاين طالع لفوق كده. يعني ايه طالع لفوق؟ يعني كل لما الاكس بتزيد كل لما الواي بتزيد. طب السلوب هيديني ايه؟ السلوب هيديك مقدار الزياده. هل هذه الزياده زياده كبيره ولا زياده صغيره؟ يعني في جميع الاحوال السلوب هيكون بوزيتيف. يعني ايه بوزيتيف؟ يعني الواي بتديك بوزيتيف فاليو. قد ايه بقى البوزيتيف فاليو دي؟ لو البوزيتيف فاليو دي ب1 يبقى هتلاقيه في النص بالظبط. لو هتلاقيه less than 1 يعني فراكشن هتلاقيه في المنطقة دي بيميل أكتر على الإكس، ولو السلوب عندك greater than 1 هيبقى إيه؟ هتلاقيه مايل شوية ناحية الإيه؟ ناحية الواي. يعني لو الواي 2 is greater than y 1 هنلاقي إيه؟ هنلاقي إن الواي بت increases as x increases. Then the slope of the straight line is a positive إيه؟ positive number. طيب نيجي نشوف الكيس التاني. الكيس الثانيه بتلاقي السلوب عندك از نيجاتيف. يعني ايه از نيجاتيف؟ لما الاكس بتزيد الواي معايا بتقل. يعني عند الاكس 1 هنا الواي كان ليها فاليو، طب عند الاكس 2 الفاليو بتاعت الواي في الاوردر دي بيرز ده اقل من الفاليو بتاعت الواي في الاوردر دي بيرز ايه؟ في الاوردر دي بيرز ده. لما بتيجي تجيب السلوب بتلاقي ان السلوب بيديك نيجاتيف فاليو، لما تيجي تعمل ده ماينس ده، لو قلت ان الواي 2 ماينس الواي 1 الفاليو دي لزن الفاليو دي فبيديك نيجاتيف فاليو، وانت عندك دي تديك بوزيتيف فاليو، فبتلاقي المقدار از ايه؟ از نيجاتيف. طيب مقدار هذا النيجاتيف بقى بيوضح لك مقدار الجريدينت بتاع اللاين او السلوب بتاع اللاين. لو النيجاتيف فاليو جات لك كبيره اعرف ان السلوب ده هتلاقيه مايل قوي ناحيه الايه؟ ناحيه الواي. طيب لو النيجاتيف فاليو جات لك قليله اللي هي لزن نيجاتيف 1 يبقى الستريت لاين ده هتلاقيه مايل شويه ناحيه الايه؟ ناحيه الاكس. تعالوا مع بعضينا نشوف تالت حاله والحاله اللي بعديها الحاله الرابعه. انا بعتبر ان الحالتين دول مهمين جدا ليك ان انت تفهمهم وتدرك ايه اللي حصل فيهم من تغييرات في اللاين. في الحاله لما يكون عندي الواي 1 ايكوال واي 2، يعني عندي اوردر دي بيرز، بتلاقي ان الواي كوردينيتس فيها متشابهه. يعني ايه الكلام ده؟ تعال بص على الاوردر دي بيرز ده اللي هو الاكس 1 واي 1، ده تقريبا الاكس 1 عندي هنا بنيجاتيف، يعني مثلا نيجاتيف 3 مثلا و5، وده عندي هنا ايه؟ مثلا اعتبر ده نيجاتيف 3 وايه؟ و5. طب وده اعتبر ده مثلا اعتبره 3 وايه؟ و5. ايه اللي حصل في الاكس؟ الاكس اتغيرت عندي من نيجاتيف 3 لحد الايه؟ لحد ال 3. الفرق هنا كام يونت؟ 6 يونتس. طيب ايه اللي حصل بقى من تغييرات بالنسبه للواي كوردينيت؟ عندي هنا عند الاوردر دي بيرز ده الواي ب 5 وهنا ستيل ب 5، يعني الواي ما بتتغيرش خالص، يبقى التغيير في الواي الزيرو. وطالما التغيير في الواي الزيرو واحنا بنكتب دايما التشينج ان واي كوردينيتس في النيوميريتور، يبقى دايما على طول هتلاقي النيوميريتور عندك بزيرو، وبالتالي السلوب بتاع الستريت لاين ده على طول هيكوال ايه؟ هيكوال زيرو. يبقى هنتفق مع بعضينا ان اي هوريزونتال لاين، اي هوريزونتال لاين
ما بيحصلش فيه اي تشينج خالص في الواي وانت ماشي، في اتجاه الزياده وانت ماشي في الاكس، وبالتالي السلوب عندك هيكوال ايه؟ هيكوال زيرو. يبقى لما يكون عندي الواي از كونستانت والاكس عندي بتتشينجز في اتجاه الزياده، then the slope of the straight line is a is zero. يبقى اي parallel line للx axis اللي هو الهوريزونتال لازم يكون ايه؟ zero. وبالتالي the slope بتاع الx axis، الx axis احنا اتفقنا اسمه ايه؟ اسمه y equal zero، لان كل الاوردر دي بيرز اللي عليه الواي بتاعتها بتيكوال zero. لما يقول لي what is the slope of the x axis تقول له is equal to a zero عشان هو horizontal. طيب نيجي بعد كده للكيس اللي بعد كده، ودي انا بعتبرها اهم كيس فيهم وعايزك تاخد بالك منها شوي. تعال نشوف بالنسبه للفيرتيكال لاينز. يعني ايه الفيرتيكال لاينز؟ البوينت دي مثلا اعتبرها مثلا 4 و0، مش هنا كده 4 وما طلعناش. طب البوينت دي ممكن نعتبرها ايه؟ اعتبر البوينت دي مثلا اعتبرها 4 و2، واعتبر البوينت دي كده 4 وايه؟ 4 و5. لما نيجي نبص وندرس اللاين ده، انا بدرس السلوب عن طريق دراسه الفروقات ما بين اي 2 اوردر دي بيرز وبعضها. طب تعال نشوف الاوردر دي بيرز دي ايه اللي حصل فيها. اللي حصل ان الواي اتغيرت عندك من 2 تل ايه؟ تل 5. طب بص على الاكس، الاكس ما اتغيرتش خالص. يعني الواي بتتغير من غير الاكس ما تتغير خالص. في الحاله دي بنقول على السلوب بايه؟ بنقول عن السلوب از undefined، غير معرف او غير محدد. طيب تعال نتكلم اكتر في حته undefined وليه قلنا كلمه undefined دي. عشان نشوف كلمه undefined دي اتذكرت ليه، هنتكلم عن نفس الفيرتيكال لاين ده. تعال شوف السلوب عندي هيكوال ايه لو هنعوض عندي في القانون. السلوب عندي هيكوال ايه هنا؟ الواي دي عندي بكام؟ ب 5، يبقى 5 ماينس 2 ديفايدد مين؟ ديفايدد 4 ماينس 4 اللي هي عندي 3 ديفايدد ايه؟ ديفايدد 0. يعني انا فوجئت ان الستريت لاين ده عن طريق ان انا اعمل له ستادنج او ان انا ادرسه عن طريق النقطتين دول، لقيت ان هو اتغير 3 يونتس ان واي والاكس عندي ما اتغيرتش. طيب افرض نفس اللاين ده كان في عندي بوينت مثلا هنا كده اسمها 4 و7، مع نفس الستريت لاين، وانا قلت ان السلوب بتاع الستريت لاين بجيبه عن طريق دراسه اي نقطتين عليه، اي نقطتين بغض النظر هما مين، لازم يديني نفس السلوب. طيب افرض انا اخترت البوينت A والبوينت دي اللي هسميها C مثلا، وقلنا نجيب السلوب للفيرتيكال لاين ده عن طريق التو بوينتس دول، هتلاحظ ايه؟ هتلاحظ الاتي، هتلاحظ ان السلوب بيكوال. انا هدرس ما بين النقطه دي والنقطه دي، يبقى اللي تشينج ان واي حصل ايه؟ اتغيرت الواي من التو لحد ال7، وبالتالي الديفرنس او اللي تشينج ان واي هيكون 7 ماينس ايه؟ ماينس 2 ديفايدد مين؟ ديفايدد 4 ماينس 4 which is 5 ديفايدد 0. يبقى انا السلوب هنا اداني ايه؟ اداني 5 يونت تشينجز ان واي without any change in ايه؟ ان اكس. ونقطتين على نفس اللاين برضو اللي انا بدرسه لقيت 3 يونت تشينجز ان واي without any change in ايه؟ ان اكس. يبقى تلاحظ الاتي، ده انت عندك اللي تشينجز ان واي عماله تتغير معاك ما بين اي نقطتين وبعضيهم من غير اي تغييرات في الايه؟ في الاكس. مرة يتغير 3 يونتس ومرة يتغير 5 يونتس، وبالتالي اللي تشينجينج عندك از ايه؟ از undefined. يبقى ليه دايما احنا بنقول كلمة undefined، او جت منين كلمة undefined؟ جت من ان لما بتيجي تدرس اللاين ده وتشوف اللي تشينجز بتوين اني تو بوينتس ما بتكونش زي بعضها، فتبقى انت مش عارف هتاخد دي ولا هتاخد دي، ومن هنا احنا قلنا كلمة undefined. في الحالات اللي قبل كده لما بيكون السلوب عندي از بوزيتيف اور نيجاتيف، لو جيت خدت اي نقطتين على اللاين لازم السلوب بيبقى ديفايند بوان يونيك فاليو، يعني بقيمه واحده بس ما بتتغيرش الونج الايه؟ الونج اللاين. طيب الخلاصه ايه بقى في الجزئيه دي؟ الخلاصه ان اي فيرتيكال لاين لازم تلاقي السلوب بتاعه از ايه؟ از undefined، يعني الدينومينيتور بتاع السلوب ايكوال زيرو.
او اي ستريت لاين بارلل لمين؟ للواي اكسس. نفس الكلام بيبقى فيرتيكال. او قال لك ستريت لاين بيربنديكولار على الاكس اكسس، كل الايه اللاينز دي السلوبز بتاعتها ار اندفايند. طيب خد بالك ان الواي اكسس ده ممكن يقول لك الستريت لاين اللي اسمه اكس ايكوال 0 في الكومبليت، يقول لك ايه السلوب بتاعه. احنا خدنا من الليسون اللي فات الفيرتيكال لاينز كلها اسمها اكس ايكوال حاجه، واشهرهم الواي اكسس بيبقى اكس ايكوال 0، طبعا السلوب بتاعه ايه؟ الزيرو. يبقى السلوب بتاع الستريت لاين از اندفايند لما يكون اكس 1 ايكوال اكس 2 because there is no change in the x axis، وبالتالي السلوب بتاع كل البارلل لاينز تو الواي اكسس از ايه؟ از اندفايند. اهم حاجه في الليسون ان انت الفور كيسز دول تعرف تتكلم عنهم بنفسك، يعني عشان تعرف انت فهمت الليسون ولا لا، حط الفور كيسز كده وحاول تتكلم عنهم ايه بنفسك، حاول تشرحهم لنفسك. عرفت تشرحهم لنفسك يبقى انت ان شاء الله فهمت الدرس كويس. طيب نيجي نشوف اكزامبل 3. ان ذا اوبوزيت فيجر مديني اي بي سي از ا تراينجل ان ويتش، مديني ده بارلل ده، ومديني اي دي بيربنديكولار بي سي، بيقول لي كومبليت using one of the words positive negative zero undefined. خلاص ابتدينا نحس من جوانا وندرك ما معنى كلمة positive. positive يعني الواي بتتشينج ببوزيتيف فاليو with respect to the change in a in x. what is the meaning of negative؟ بقول لك السلوب از نيجاتيف. سلوب از نيجاتيف يعني الواي بتتشينج بنيجاتيف فاليو with respect to the changes in x. what about الزيرو اند undefined اللي هما الحالتين المشهورين؟ زيرو يعني الواي ما بتتغيرش خالص يعني تقول لي horizontal، undefined يعني vertical. نيجي نشوف اول واحده، بيقول لي the slope of AB straight line is. فين الAB straight line؟ اهو. طب انت شايفه ايه؟ انت شايفه نازل. خد بالك بغض النظر هو قايل لك ادي A B يعني نازل. طب لو كان قال لك BA برضك هو ستيل نازل، يعني هو شكله نازل، يبقى السلوب بتاعه از ايه؟ السلوب بتاعه از نيجاتيف. السنة الجاية إن شاء الله هتعرف إن لما يعمل obtuse angle مع الـ x axis بيبقى على طول الـ slope is a is negative، ولو هو بيعمل acute angle مع الـ x axis بيبقى positive a positive slope. الـ slope of BC أدي الـ BC أهي، الـ BC ده ماله؟ ده horizontal straight line. عرفت إن هو horizontal عشان فيه parallel symbol أهو مع الـ a مع الـ x axis، وبالتالي الـ slope بتاع الـ BC is zero. طيب السلوب اوف اي سي، الاي سي زي ما انت شايف اهو ده شكله طالع. يعني ايه طالع؟ يعني بيعمل اكيوت انجل مع الاكس اكسس، وبالتالي السلوب بتاعه از ايه؟ از بوزيتيف. طيب السلوب اوف اي دي، الاي دي ده ماله؟ بيربنديكولار على مين؟ على البي سي اللي هو بارلل للاكس. معنى كده ان الاي دي ده بيربنديكولار على الاكس اكسس او بارلل للواي اكسس، وبالتالي لازم يكون السلوب بتاعه undefined. ليه؟ عشان ده vertical، يبقى هنا is a is undefined. طيب نيجي اللي بعد كده example 4. بيقول لي if the slope of the straight line passing through two points negative 3 و 4 and 1 y is 2 find the value of y. المسائل دي مشهورة بتيجي في الامتحانات كتير. بيعمل ايه؟ بدل ما يديك التو اوردر دي بيرز ويقول لك هات السلوب، يقول لك لا خد السلوب واديني النون من الكوردينيتس بتاعت الايه التو بيرز دول. هنعمل ايه؟ هنعوض في الكون عادي خالص. انا عندي السلوب عندي بيكوال y2 minus y1 divided x2 minus x1. هو مدولك بكام؟ ب2، يعني 2 هتيكوال. اختار اي ايه اي ترتيب مش مشكله. ناخد مثلا y minus 4، يبقى انا عندي y minus 4 دي minus دي divided ده minus ده، يبقى انا عندي 1 minus negative 3 ما تنساش. يبقى زين ال2 عندي هت equal y minus 4 divided 1 plus 3 which is a which is ال4. ده طبعا يروح هنا، يبقى انا عندي ال8 هت equal y minus 4 دي تيجي هنا بالبلس 4، يبقى معنى كده الواي عندي هت equal كام؟ ال8 plus ال4 which is a which is 12. تعالوا نشوف example 5. بيقول لي prove that the points a و b و c are collinear. المسألة دي من المسائل المشهورة جدا، وارد جدا تيجي في الامتحان. بيقول لك اثبت لي ان الثلاث نقط دول موجودين على نفس الستريت لاين. معنى كلمة كولينير يعني الثلاثة بيجمعهم ستريت لاين، وعرفنا ان الستريت لاين ده بيبقى
لينير ايكويجن، فعشان كده جت كلمه ايه؟ كولينير. طيب في الحاله دي بنعمل ايه؟ احنا عارفين ان السلوب بتاع الستريت لاين انا ممكن اجيبه عن طريق اي نقطتين عليه، وبالتالي هنجيب السلوب بتوين النقطتين A و B، وهنجيب السلوب بتوين النقطتين B و C. لو طلع نفس السلوب ده معناه ايه؟ ده معناه ان الثري بوينتس على ايه؟ على نفس اللاين، ان هو لو نازل بنفس درجة الميل ما بين A و B، او طالع بنفس درجة الميل ما بين A و B، ونفس الدرجة دي هي بتوين البي والسي، يبقى لازم يكون الستريت لاين مكمل حتة ايه؟ مكمل حتة واحدة. يبقى هنعمل ايه؟ هنقول الاس اي بي يعني السلوب بتوين اي اند بي بي ايكوال. قلنا هنبدا باي واحده، يبقى انا عندي هنا 3 ماينس 2 ديفايد 2 ماينس 4 اللي هو هيكوال معايا 1 اوفر اي ماينس 2 اللي هو نيجاتيف 1 اوفر اي اوفر 2. طيب بعد كده نجيب السلوب بتاع البي سي والاس بي سي هيكوال معايا ايه؟ بتوين البي والسي نقول مثلا 2 ماينس 0 divided 4 minus 8 اللي هو هيكوال معايا 2 divided negative 4 which is negative 1 over a over 2. تلاحظ ان the two slopes are the same. يبقى since ال SAB بت equal ال SBC then the points A و B and C are collinear. طيب نيجي اللي بعد كده، بيقول لي لو انت عندك البوينت A و B و C are collinear ومديني A و B ومديني C بس فيها unknown اسمه K find the value of K، هو مدهم لك collinear، ده معنى كده ايه؟ ان السلوب between any two points are ايه؟ are the same. يبقى في عندي، هل السلوب بعرف اجيبه؟ اه اعرف اجيبه منين؟ اخد التو بوينتس المعروفين التو اوردرد بيرز اللي هم الايه؟ الويل ديفايند. يبقى السلوب عندي هيكوال ايه؟ نقول مثلا 2 minus negative 1 يبقى 2 minus negative 1 divided 3 minus 5 هي equal معايا 2 plus 1 divided negative 2 which is 3 over negative a negative 2. لازم يطلع السلوب ده the same لو انا خدته between مثلا ال b وال a، ال b وال c او ال a وال c. طيب يبقى السلوب ما بين ال a وال c هي equal ايه؟ نفس الكلام، يبقى ال s AC هي ايكوال 3 اوفر نيجاتيف 2 اللي هو بيكوال ايه بقى لو انا جبته من نقطتين A و C؟ نقول مثلا 2 ماينس K ديفايدد 3 ماينس 1 اوكي اللي هي هتيكوال كام؟ يبقى زين 3 اوفر نيجاتيف 2 هتيكوال معايا 2 ماينس K ديفايدد كام؟ ديفايدد 2. يبقى البرودكت اوف ذا مين بيكوال البرودكت اوف ذا اكستريمز. يبقى هنقول 3 times 2 بت equal معايا negative 2 times 2 minus ال k، يبقى عندي ال 6 عندي هت equal negative 4 plus 2 k، نودي ده هنا بال ايه؟ بال positive 4، يبقى عندي 10 بت equal 2 k، يعني ال k 10 divided 2 which is ايه؟ which is ال 5. تعالوا مع بعضينا نشوف بعض السلكتد اكسرسايزز على الليسون 2. اكسرسايز 1 بيقول لي classify the slope of the straight line in each of the following whether it's positive, negative, zero and undefined. طبعا الحاجات دي بالنسبه لنا بقت سهله بعد ما فهمنا الليسون. اللي انت شايفه ده طبعا ده واضح ان هو طالع لفوق او بيعمل acute angle مع الاكس اكسس، يبقى ده على طول is positive، يبقى السلوب از بوزيتيف. طيب بص لده كده، ده نازل، لما تيجي تبص مع الاكس اكسس تلاقيه عمل اوبتيوز انجل، معنى كده ان هو نازل، وبالتالي السلوب عندي هنا از ايه؟ از نيجاتيف. طيب بالنسبه للستريت لاين الفيرتيكال اتكلمنا عنه كتير وقلنا ان السلوب بتاعه از انديفايند. طيب الهوريزونتال ستريت لاين عرفنا ان السلوب بتاعه از ايه؟ از زيرو. طيب نيجي اكسرسايز 2. In the opposite figure، الرسمة دي كان في example زيها، نفس الكلام
عايز اوضح الستريت لاينز اللي عندي دي بوزيتيف نيجاتيف زيرو اور انديفايند. السلوب اوف اي بي، ادي اي بي واضح ان هو نازل، يبقى السلوب از نيجاتيف. طيب البي سي، البي سي شايفينه بارلل للاكس اكسس، يعني اتس هوريزونتال ستريت لاين، وبالتالي السلوب عندي الزيرو. طيب السلوب اوف اي او، اي او الاي دي موجوده على الواي اكسس، وطالما موجوده على الواي اكسس يبقى بيربنديكولار على الاكس اي، على الاكس اكسس، يبقى الاي او عباره عن فيرتيكال لاين، وبالتالي السلوب بتاعه از انديفايند. طيب السلوب اوف اي سي، اي سي شايفينه كده طالع اهو، يبقى السلوب از بوزيتيف. طيب اكسرسايز 3 بيقول لي كومبليت ذا فولوينج، ذا سلوب اوف اني هوريزونتال ستريت لاينز ايكوالز زيرو، زي الاكس اكسس كده. طيب ذا سلوب اوف اني ستريت لاين بارلل تو الواي از بارلل تو الواي، يعني فيرتيكال، وبالتالي السلوب بتاعه از انديفايند. طيب الستريت لاين هوز سلوب ايكوال زيرو بارلل لمين؟ هو ايكوال زيرو يعني مين؟ يعني هوريزونتال، يبقى بارلل لمين؟ للاكس اكسس. طيب لو عندي الاي والبي والسي ار كولينير، يبقى السلوب اوف اي بي ستريت لاين هيكوال السلوب اوف اي بي سي ستريت لاين. اكسرسايز 4 بيقول لي فايند ذا سلوب اوف ذا ستريت لاين باسنج ثرو ذا تو بوينتس ان ايتش اوف ذا فولوينج، مديني تو اوردرد بيرز، يبقى على طول هعوض ايه؟ هعوض في القانون بتاعي. طيب يبقى انا عندي هنا في اول واحده السلوب عندي هيكوال واي 2 ماينس واي 1 ديفايدد اكس 2 ماينس اكس 1. مش شرط نكتب الايه الرول ديت، ممكن اشتغل على طول. يبقى عندي هنا هقول 4 ماينس 3، طالما بدات بدي يبقى اخد الاكس ايه ابدا بدي، ديفايدد 3 ماينس 1 which is 4 minus 3 is 1 3 minus L1 is 2، يبقى الستوب عندي 1 over 2. طبعا وفهمنا في الليسون ما معنى كلمة ان الستوب equal 1 over 2، وهو ده اللي انت لازم تكون حاسس بيه ومدركه. طيب problem 4 عندي الستوب عندي هي equal، ناخد مثلا negative 1 ده، يبقى negative 1 minus minus 1 ده minus ده divided ال 4 minus ال A minus 2 which is negative 1 plus 1 divided ال 2 اللي هي 0 over 2 اللي هي ايه؟ اللي هي 0. طيب نيجي هنا هيبقى السلوب عندي هيكوال 2 minus negative 1 divided 3 minus 3. ما تعملش بقى فوق خلاص، واضح ان تحت ايكوال كام؟ ايكوال 0، يبقى هيديك ال 2 plus ال 1 divided 0، يبقى السلوب عندي is undefined، يبقى then السلوب is undefined. طيب نيجي هنا السلوب عندي هي equal negative 1 minus negative 9، وعندي هنا negative 1 minus a negative 6 اللي هي هتيكوال عندي negative 1 plus 9 يبقى positive 8، و negative 1 plus 6 is positive 5. exercise 5 بيقول لي find the slope of the straight line in each of the following graphs. في المسائل اللي زي دي المفروض تحدد على الستريت لاين نقطتين سهل ان انت تعمل لهم ديفايننج. زي مين؟ اولا بالنسبه للرسمه دي، النقطه دي عندي دي متوضحه توضيح كامل، اللي هي ايه؟ انا شايفها عباره عن 0 ايه 0 0. مين كمان سهل ان انا اجيبها واعرفها؟ النقطه دي، النقطه دي عباره عن ايه؟ عباره عن 1 وايه و2. يبقى انا قدرت احصل على 2 بوينتس على الستريت لاين، وبالتالي اقدر اجيب السلوب عندي اللي هو هيكوال معايا هنا 2 ماينس 0 ديفايدد 1 ماينس 0 اللي هي هتيكوال معايا 2 اوفر ال 1 which is ايه؟ which is 2. يعني لما الاكس تتغير 1 يونت، الواي عندي هتتغير 2 يونتس، اللي هم فين؟ ادي 1 يونت تشينج فور اكس، قدامها الواي اتغيرت ايه؟ 2 يونتس. طيب نيجي هنا، مين عندي التو بوينتس اللي انا اقدر اشوفهم او احددهم؟ عندي البوينت دي موجوده عندي اهي، عباره عن نيجاتيف 1 1، وعندي البوينت دي بردك موجوده ومتعرفها نيجاتيف 2 اند 3، وعندي البوينت دي اللي عايز يشتغل بردك عليها اللي هي 0 اند نيجاتيف 1. يبقى السلوب عندي اخد اي تو بوينتس منهم، يبقى السلوب عندي هيكوال
ناخد مثلا دي ودي، يبقى عندي 3e minus 1 divided negative 2 minus minus 1 اللي هت equal معايا هنا 2 divided negative 2 plus 1 اللي هت equal معايا 2 over negative 1 which is negative a negative 2. يعني ايه negative 2؟ يعني لما الاكس عندك تتحرك 1 unit الواي تنزل عندك 2 units. طيب نيجي الاكسرسايز اللي بعد كده. في الاوبزيت فيجر مديني ال ام ان از ا رايت انجل تراينجل ات ال، مديني دي انجل 90 ومديني الميجر اوف انجل ام ايكوال 45، الانجل دي از 45 وطالما دي 90 ودي 45 يبقى دي اكيد 45، يبقى ده عندك ايزوسلس تراينجل، يعني ده كده ايكوال ده كده. طيب ومديني البوينت ال عباره عن 3 و2 ومديني البوينت ام عباره عن 7 و2، بيقول لي فايند الكوردينيتس اوف ان، هات لي الان ايكوال كام. طيب اند كالكوليت ذا سلوب اوف ام ان، عشان تجيب الان تبروف ان الايه، ان الحته دي كده قد الحته دي، عشان اقدر ازود على ال 3 وال 2 1 2 3 4 يونتس واقول ان الان عباره عن 3 وايه 3 و6. يبقى هنقول ان تريانجل ام ال ان حته كده جيومتري في السكه سينس الميجر اوف انجل ال ايكوال 90 ديجريز اند الميجر اوف انجل ام ايكوال ال 45 ديجريز، يبقى زين الميجر اوف انجل ان هت ايكوال معانا 180 ماينس 90 بلس ال 45 ويتش از ايه 45 ديجريز، يبقى زين التريانجل ام ال ان از ان ايزوسلس تريانجل. يعني زين الام ال ايكوال الايه الان ال، زين ذا كوردينيتس اوف الان اللي هت ايكوال معايا كام 3 و ايه 3 و 6. طيب هو عايز السلوب اوف ام ان، انا عندي دي 3 و 6 وعندي الام عندي از 7 و 2، يبقى عندي السلوب عندي هيكوال هنقول 6 ماينس 2 ديفايدد 3 ماينس 7 اللي هتيكوال معانا 4 ديفايدد نيجاتيف 4 ويتش از نيجاتيف a نيجاتيف 1. اكسرسايز 8 بيقول لي if the slope of the straight line which passes through the two points 1 و 3 and 3 و k equals 3 find the value of k. طبعا دي مسائل مشهوره جدا. في ايجاد النون في واحد من الاوردر ديفيرز اللي موجودين عندك جيفن الايه السلوب، يبقى عندي على طول هقول ان السلوب بتاعي اللي هو ال 3 ده بيكوال كام؟ ده بيكوال عندي هنقول مثلا كي ماينس 3 ديفايدد 3 ماينس 1. اوكي؟ يبقى زين ال 3 عندي هتيكوال كي ماينس 3 divided 2، ده يروح هنا بالمالتيبليكيشن، يبقى زين ال 6 equal ال k minus 3، ال negative 3 يروح هنا بالبوزيتيف 3، يبقى زين ال k هت equal معنى ال 6 plus 3 يعني ال k بت equal 9. اللي بعديها نفس الكلام، مديني unknown ومديني السلوب بتاع ال a b وبيقول لي find the value of x. هنعمل ايه؟ هنعوض في الرول عادي خالص، بس هنا هنسويها بايه؟ بالنيجاتيف 2. يبقى عندي ال 4 minus 2 divided negative 1 minus ال x، الكلام ده بيكوال كام؟ بيكوال negative 2. يبقى زين 2 divided negative 1 minus x equal كام؟ equal negative 2. ده كله يروح هنا بالمالتيبليكيشن، يعني ال 2 عندي هتيكوال negative 2 times negative 1 minus ال a minus ال x. نجيب دي على طول هنا بالديفيجن، يبقى 2 divided negative 2 is negative 1 هت equal معنا negative 1 minus ال x، ال negative 1 تروح هنا بال positive 1، يبقى زين negative 1 plus 1 equal negative x، يعني ال 0 equal negative x، يعني ال x equal ايه؟ ال x equal 0. Exercise 11 بيقول لي if the straight line which passes through two points دول has a slope of negative 0.6 find the value of y. نفس الكلام، نفس المسألتين اللي فاتوا دول، يبقى السلوب عندي y minus النيجاتيف 1 divided النيجاتيف 2 minus ال 3،
الكلام ده هيكوال معانا كام؟ نيجاتيف ال 0.6. يبقى then y بلس 1 ديفايدد نيجاتيف 5 هتيكوال معانا نيجاتيف 0.6. ده يروح هنا بالمالتيبليكيشن، نيجاتيف تايمز نيجاتيف از بوزيتيف، ال 5 تايمز ال 0.6 ايكوال 3. يبقى عندي ال y بلس ال 1 هتيكوال معانا 3، البوزيتيف 1 تروح هنا بالنيجاتيف 1، يعني ال y هتيكوال 3 ماينس 1، يبقى ال y هتيكوال معانا ايه؟ هتيكوال 2. Exercise 12 بيقول لي find the value of k such that the straight line passing through the two points دول is parallel to x. المسائل اللي زي دي برضك مسائل مشهورة، بيبتدي هو يخفي لك السلوب في معلومة انت المفروض تكون عارفها. هو لما يقول لي ان الستريت لاين از بارلل تو اكس اكسس، ده معناه ايه؟ ده معناها ان السلوب از زيرو. يبقى سينس ذا ستريت لاين از بارلل تو الاكس اكسس، يبقى زين اتس سلوب از زيرو. وبالتالي يبقى ال k minus 4 divided 2 minus 3 هيديني ايه؟ هيديني 0. وطالما حاجه هت equal 0 يبقى اكيد اللي فوق هو اللي ب 0، لان دي كده نيجاتيف 1 راح هنا يديني ايه؟ يديني 0. يبقى زين ال k minus 4 هتديني 0، طبعا النيجاتيف 4 تروح هنا بوزيتيف 4، يعني ال k بتيكوال معانا ايه؟ بتيكوال 4. اكسرسايز 13 بيقول لي find the value of x such that the straight line which passes through two points دول is parallel to the y-axis. طيب فين المعلومة بتاعت السلوب؟ المعلومة بتاعت السلوب ان الستريت لاين ده is parallel to the y-axis، وطالما parallel to the y-axis so it's undefined so the denominator is a is zero. يبقى since the straight line has undefined slope يبقى زين الدينومينيتور از زيرو، يعني ال x2 minus ال x1 equal a equal 0. طيب يعني اخد 2x minus ال 6 ولا ال 6 minus 2x؟ the same مش فارقه. يبقى زين ال 2x equal ال 6، يعني ال x هت equal ال 6 divided 2، يبقى ال x equal كام؟ equal 3. Exercise 14 find the value of y such that the straight line is perpendicular to the y. perpendicular to the y، الواي اهي perpendicular عليها يعني horizontal. يبقى since the straight line is horizontal يبقى then the slope عندي equal كام؟ zero. يعني then y2 minus y1 equal zero. ما تروحش بقى تكملها كلها، يعني خد بس just y2 minus y1. يبقى زين ال 3y minus ال 6 equal 0، يعني ال 3y هت equal معايا ال 6، يعني ال y هت equal ال 6 divided 3، زين ال y equal 2. exercise 15 بيقول لي are the points المجموعة ديت are collinear؟ هل المجموعة دي collinear؟ يبقى أنا هنجيب السلوب من ال 2 points دول، وال 2 points دول لو طلعوا the same يبقى collinear. يبقى let A equal negative 5 و11، B 0 و8، C 5 و A و5. نجيب السلوب للـ AB هت equal معانا 11 minus 8 divided negative 5 minus 0، اللي هتديني 3 over negative A negative 5. ونشوف الناحية التانية، السلوب بتاع الـ BC هي equal معايا الآتي 8 minus 5 divided 0 minus 5، اللي هت equal معانا 3 over negative a negative 5. فعلا الـ two slopes are the same. يبقى since the slope of the straight line اللي هو الـ AB بي equal الـ slope of the straight line BC، يبقى زين ال points are collinear. exercise 17
بيقول لي in each of the following prove that A و B و C are collinear. ناخد منهم number 3. مديني 3 points نفس الكلام. هو بيقول هنا proof يبقى لازم هيطلع ان ال A B السلوب بتاعها equal السلوب بتاع B C. نشوف السلوب لل A B هي equal معايا. دول 12 minus 4 divided negative 2 minus 2. الكلام ده هي equal معايا 8 divided negative 4 which is negative 2. طيب نشوف الـ slope of BC هي equal معايا 4 minus minus 4 divided 2 minus 6 اللي هو هي equal معايا 8 divided negative 4 which is negative, negative 2. نقول نفس الكلام since الـ slope of الـ straight line AB بي equal الـ slope of الـ straight line BC يبقى then A و B and C are collinear. Exercise 19 بيقول لي find the slope of AB straight line ومديني الـ A والـ B وبيقول لي is the point C that belongs للـ AB. طيب الأول نجيب الـ slope of AB الـ slope of A B straight line هي equal الآتي 5 minus 3 divided 2 minus negative 1 ليه هتيكوال معانا 2 divided 2 plus 1 ليه هتيكوال معايا 2 over الـ A over 3. طب هو بيقول لي دلوقتي هل الـ point C belongs to AB؟ لو الـ point C belongs to AB يبقى الـ slope بتاع الـ CB هو هو نفس الـ slope بتاع الـ AB أو الـ slope بتاع الـ CA هو هو نفس الـ slope بتاع الـ AB. يبقى هجيب إيه؟ هجيب الـ slope of BC. يبقى الـ slope للـ point is BC هت equal الآتي أشغل الـ B مع الـ A مع الـ C يبقى 5 minus 1 divided 2 minus 8 اللي هي هتديني الآتي هتديني 4 divided negative 6 اللي هي negative 2 over A over 3. واضح طبعا الـ two slopes are different يبقى since السلوب بتاع الستريت لاين اي بي doesn't equal السلوب بتاع الستريت لاين بي سي يبقى then الC doesn't belong to A الـ AB straight line. طيب نيجي المسألة اللي بعد كده problem 20 يقول لي find the value of y such that the 3 points دول are collinear. انا عرفت ان لما يكون عندي 3 points collinear يبقى السلوب بتاع اي 2 points are the same. يبقى هنقول هنخلي دي بوينت A let A هت equal معايا ال 4 وال 1 وال B هت equal معايا negative 2 7 وال C هت equal معايا 3 و A 3 و Y. تعال ندرس ال slope. يبقى ال S A B هت equal معانا 7 minus 1 divided negative 2 minus ال A ال 4 يبقى هت equal معانا ال 6 divided negative 2 minus ال 4 is negative 6 which is negative A negative 1. و since ان هما collinear ان ال A will B and C are collinear يبقى then ال slope بتاع ال AB لازم هي equal معايا ال slope بتاع ال BC. اوكي يبقى then السلوب بتاع الـ AB negative 1 هنخليه بي equal السلوب بتاع الـ BC. نقول مثلا y minus 7 divided 3 minus negative 2 يبقى الـ negative 1 بي equal معايا y minus 7 3 minus negative 2 اللي هي 3 plus 2 which is 5. نودي دي هناك بالmultiplication يبقى الـ negative 5 بت equal y minus 7 يجي هنا بplus 7 يبقى ال y هت equal معنا negative 5 plus 7 يعني ال y هت equal كام؟ هت equal 2. وبكده يبقى احنا خلصنا lesson 2 في unit 2. الليسون ده في غاية الأهمية مبني عليه حاجات كتير قوي قدام، لو فهمته كويس هيعتبر انطلاقة قوية ليك جدا السنة الجاية، لأن في unit كاملة على الجزئية دي السنة الجاية. وبالتوفيق إن شاء الله.